مساكم الله بالخير زملائي في الاستديو، امسي عليكم وعلى جميع متابعين تلفزيون قطر. طبعا متواجد في كتارة لتغطية معرض هندسة الطبيعة في التكوين المعماري. معانا طبعا اليوم الأستاذ محمد الخليفي رئيس صالة العرض، راح يكلمنا أكثر عن هذا المعرض وأنه بعد جديد من نوعه وفريد من نوعه. حدثنا عن هذا المعرض. أول شيء الله يمسيكم بالخير ويمسي الشباب في الاستوديو حسن وسلمان. طبعا هذا المعرض طبعا يعني مثل نقلة نوعية في مسار الفنون في كتارة. احنا حبينا هذا اللي يكون مواكبة مع طبعا التغيرات اللي تحصل في البلد من تصاميم جديدة، سواء كانت في التصاميم المعمارية او عفوا النصب التذكارية. طبعا احنا من بداية السنة دخلنا في زخرفة الخط وهندسة الزخارف والتشكيل، فنون التشكيل والنحت، لكن هذه المرة احنا حبينا نقدم حاجة او نموذج او نماذج من الفنون اللي هي الارت ديزاين. شلون احنا طبعا ناخذ او نبتكر من الطبيعة شكل معين ونحوله الى رسم هندسي، ومن ثم احنا نفكر شلون احنا نطوره، سواء نخليه يكون نصب تذكاري او يكون شكل مبنى. في هذا المعرض راح تلاقون ان شاء الله عدة تصاميم، طبعا منها ماخوذ مثل ما ذكرت من الطبيعة، ناخذها طبعا من الورد او الزهور او الاحجار او يعني اشكال الثلج. وطبعا هذا دخل علينا شوي مثل ما تقول جاليري او فن جديد في كتارة، واحنا دائما في كتارة نسعى للاشياء المميزة واللي طبعا ملفتة ومواكبة التطورات في البلد. نعم استاذ محمد، يعني من خلال هذا المعرض ان شاء الله يعني اللي حابين توصلون لأن يتم تطبيق هذه الفنون المعمارية على الطبيعة او يعني شوف احنا الله يسلمك كتارة هي ارض خصبة لجميع الابتكارات، سواء كانت مهرجانات او فعاليات او فنون او بجميع يعني شو اسمه اشكال الفنون او التصاميم. طبعا احنا بدورنا نقدم هذا الشيء للجمهور وللمسؤولين ونبين احنا ما وصلنا له كمتخصصين في هذا المجال، لكن بعدين الجهات المعنية هي اللي تختار من خلال معارضنا ما هو يناسب الحدث او المناسبة. يعطيك العافية استاذ محمد الخليفي، نتمنى لكم كل التوفيق. وايضا معنا الفنان محمد البركات راح يحدثنا اكثر عن فنك اللي قدمته في هذا المعرض. تسلم الله يخليك. انا اسمي محمد مهند بركات، مواليد قطر، وانا بتشرف بكتارة انه هي استضافتني واعطتني الفرصة انه انا اقدر اعمل معرض بهالشيء الحلو. فالفكرة هي بالمعرض هي انه نحن ندرس هندسة الطبيعة. هندسة الطبيعة هي الله خلق الارض والكون كله بهندسة معقدة جدا والغاز. نحن اذا اخذنا اي عنصر من عناصر الطبيعة، ان كان ذرة او ان كان زهرة او ان كان اي شيء، في كل شيء له معادلات بالتصميم وله الغاز وله نسب بالتصميم. فهي النسب بالتصميم اذا نحن مثلا اخذنا اي شيء من الطبيعه، بندرس نبسط الاشكال الهندسيه تبعيته، بنشوف شلون الله خلق هالشيء هذا، شلون تطور مع الزمن، شلون نقاط الطاقه تبعيته، شلون يعني هالمراحل هاي تبعيته، فبندرسها كلياتها، بنطلع منها خطوط ونسب وبنطلع منها كمان تفاصيل الهندسيه هاي، ومنكون منه اسلوب تصميم. هذا الاسلوب التصميم فينا نحن نصمم فيه معماري، فينا نصمم فيه داخلي، فينا نصمم فيه مفروشات، فينا نصمم فيه اي مجال من مجالات الفن. فهذا الشيء هو مثل انه بيخلي الناس تفكر بطريقه ثانيه، او بتخلي الناس تقدر تعمل شيء احسن وتطور من نفسها، لان حياه الانسان دائما هي بالتطور وبهالشيء هذا. يعطيك العافية محمد، نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. إذا أعزائي المشاهدين، هذا ما لدينا من كتارة، وهذا دعوة لكم لحضور هذا المعرض، ونرجع لزملائي في الاستديو.